يتردد هو على الارك وبينجح بالمحاولة الثلاثية. تمريرة طويلة بتوصل لجو عبد النور يلي بيروح على السلة بمرر لاسماعيل احمد والرياضي عم يتقدم بمباراتنا المرة. امير سعود عم يسدد محل كتير بعيد، لا 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 لا، من محل كتير بعيد عم يسدد ويسجل نقطة تامنة. امير حيدر بيخسر الطابة، كيكو ريباوند لوري وودز، فريق الرياضي بطل لبنان لكرة السلة، فريق الرياضي للمرة ال 11 بعصر الحديث بحقق لعب بطولة لبنان لكرة السلة XXL انرجي بطولة لبنان لسنة 2014. الرياضي عم يكون بطل ليفل بالفوز. فريق الحكة فريق الرياضي عم يحتفل إذن بالفوز بأرض الميز اليوم بنتيجة 57-50. تتويج نادي الرياضي بيروت لعب بطولة لبنان، وأنت لاعب بالفعل عندك مستقبل كثير كبير، ما فينا غير ما نهنيك ونقول لك أكيد يعني